استشار كمال اسلامبولي المحامي بالنقد رئيس اللجنة الدستورية بالمجلس الوطني المصري وعضو الأمانة العامة والمكتب الدائم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ حديثي بالسلام، فهو خير ما يحيي به بعضنا بعضا، فلعل وعسى تسمعنا ملائكة الرحمن فتقرئنا السلام، فنستحق نحن وإياهم سلام قول من رب رحيم. بداية أرجع إلى لحظة تفجر بركان الغضب في ثورة 25 يناير المجيد. كانت عظمة هذه الثورة أن كل فرد فيها شارك من الثوار في كافة ميادين مصر، كان يمثل مجلس قيادة ثورة بشخصية. وعظمة هذا أنه لم يكن للثورة رأس أو قيادة يمكن التمكن منها فتقتل الثورة في مهدها وفي أيامها الأولى. وكان ينبغي أن بعد سقوط النظام السابق ورحيل الرئيس المخلوع أن يكون لهذه الثورة قيادة كانت تنجي البلاد من تيه دخلت فيه، التيه تلو التيه، بداية من ترتيب أوراق الدولة ترتيبا مبعثرا كان ينبغي أن يكون الدستور فيه أولا باعتباره العقد الاجتماعي الذي بموجبه يتم الشعب بدون السلطات، يا تنفيذية هتيجي تشتغل عنده وفق الشروط الفلانية، يا قضائية هتيجي تشتغل عنده وفق الشروط الفلانية، يا برلمانية تشريعية هتيجي تشتغل عنده وفق الشروط الفلانية. ولا يصح أبدا أن تكون السلطة من السلطات اللي هي هيكون عليها شكل الدولة هي اللي ترتب كل أوراق الدولة، وبالتالي نحدث استنساخا جديدا ديكتاتوريا في الأرض. ومن ثم كانت الدواعي ملحة لأن يكون للثورة قيادة. وفكرة بزوغ هذه القيادة ممثلة في لجنة دون مساس بأشخاصها، فكل شخص فيها يمثل أمة بأسرها. ولكن لي وجهة نظر في الأمر أن مجلس قيادة الثورة المصرية يجب ألا يختزل في صورة لجنة من ثلاثة، وإنما يجب أن يكون هناك جمعية عمومية لمجلس قيادة الثورة من 100 شخصية من قيادات الثورة تمثل كافة ألوان الطيف فيها، ثم هذه الجمعية التي تأتي بتوافق من كافة الفصائل دون إقصاء تجري انتخابات يبقى يمثل منها مجلس قيادة من 11 شخص. هنا أقول أنني أمام كيان يمثل وبحق كل الثورة المصرية دون أن تختزل في شخصية لجنة من ثلاثة أشخاص، وهذا لا تهوين فيه من أحدهم لأن كل منهم كما قلت يمثل أمة بأسرها، ولكن لكي يتواءم التمثيل مع عظمة هذه الثورة فأنا بألقي بهذا الاقتراح. مرة أخرى أقول لقد صدت التيارات السياسية على الثوار، وكل حزب سياسي عقد 11/2/2011 نزل المزاد ليستقطب الثوار، فتفرق الثوار وكانت هذه هي لجنة الثوار. فآن الأوان أن يكون حزب الثوار هو المصلحة الوطنية العليا بعيدا عن الأهواء الحزبية والأنواء الشخصية التي تأخذهم من مجرى تحقيق أهدافهم إلى أجندات خاصة أو توجهات سياسية خاصة. أنا الأوان أن يكون لهذه الثورة هدف واحد هو تحقيق أهدافها في سبيل المصلحة الوطنية العليا. وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع الآن إلى الدكتورة كريمة الحفناوي عضو الأمانة العامة للجمعية الوطنية للتغيير.
انا قصيره. مساء الخير. فين الدبله؟ مساء الخير. الحقيقه انا جايه كده، يعني انا لما بلاقي شباب بيدعوني لاي فكره باجي، لاني هذه الثوره يعني فجرها الشباب، وزي ما دايما اقول ده مستقبل الشباب، ولابد من الحفاظ على ثورتهم لان ده مستقبلهم. يمكن جيلنا من زمان قوي كان يتمنى هذه اللحظة وشارك الكثير في صنعها، لكن يوم 11 فبراير كلنا قلنا حتى لو متنا خلاص، بس الثورة قامت والثورة مستمرة. وأنا شخصيا بثق في الشعب المصري العظيم اللي حوله سنة كاملة من 11 فبراير 2011 تحاول انها تشتغل من بره ومن جوه وتتواصل الى المجلس الاعلى للقوات المسلحه بصفتي السلطه السياسيه ومن كل الحكومات المتعاقبه. حاولوا يغسلوا رقص هذا الشعب، لكن الشعب العظيم خرج تاني ب 25 يناير 2012 قال ارحل، كما قال ارحل في 2011 قال ارحل لبقايا احنا وصلنا لمستوى غريب جدا جدا، انه بقت البلد وكانه في اعتياد شهري واسبوعي ان قال ايه يبقى عندنا شباب مقتولين. ازاي يعني؟ ازاي يعني هذه الاستباحه للدم في هذا البلد؟ ازاي نصل الى مستوى انه يبقى عادي جدا يطلع قال ايه شويه جنود مره من وزاره الداخليه ومره من الجيش، وانا بقيت متشكك في الهتافات اللي بتقول حاسب حاسب اوعى تقرب من الجيش. لا هقرب من الجيش، هقرب من الجيش، لان الجيش دوت ما ينفعش يتدرب فينا احنا. الجيش لو عايز يتدرب يطلع يتدرب على الحدود هناك، ولو اي مقاتل مصري او جندي مصري او ضابط مصري بيحترم هيبة العسكرية المصرية وتاريخ العسكرية المصرية عليه ان هو يوقف هؤلاء القادة العسكريين الفاسدين الذين يحكمون مصر الان. الجيش المصري اللي مفترض ان له تاريخ بقاله اكتر من 30 سنه ما حاربش. الجيش المصري، وانا بقول ده علنا وعاوزهم يحاكموني على هذا الكلام، للاسف تم اخضاعه للعلاقات والتدريب مع الولايات المتحده الامريكيه والمعونه الامريكيه والعلاقات السلميه مع العدو الاسرائيلي، وبقى الجيش المصري شغال كأنه شركة مقاولات كبيرة، رصف طرق وكباري وبناء قرى سياحية، وبقت منجهة وآخر تمام، والرشاوى للجيش وللعسكر شغالة ليل نهار بكل ما تملكه مصر من أموال عامة، ومسقعين أراضي الدولة وبيتاجروا فيها وبيبيعوا فيها بالدولار حتة حتة على كل امتداد سواحل مصر في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر حتى حدود السودان. بنتكلم على ايه بالظبط؟ الجيش دوت لما يلاقي شعبه بيتضرب علنا أمام العالم بالرصاص في الشوارع، الجيش ده هو اللي المفروض يطلع يرمي القادة دول في مزبلة التاريخ ويقول هذا هو مجد وتاريخ العسكرية المصرية، ولا نقبل المساس بإنسان مصري ومواطن مصري بأي صورة من الصور. مش تصل إلى حد تعرية البنات وكشف عذرية البنات وتعذيب الشباب بالكهرباء واحتجازهم واغتصاب السلطة القضائية.
يصل بينا الأمر بعد ثورة العالم كله بيتحدث عنها. حتى الآن العالم كله لسه مش دريان بالظبط بالمطبات اللي وقعت فيها الثورة المصرية، فلسه العالم في ذاكرته وفي خياله هذه الثورة العظيمة السلمية اللي خرج فيها ملايين المصريين وتصدوا لواحد من أعتى أنظمة الاستبداد والفساد في العالم العربي على الأقل وفي العالم الثالث. الشعب ده راح موقعه في 18 يوم ونيمه على ظهره، صح. ما ينفعش هذا الشعب العظيم اللي اتقال عليه مليون حاجة غلط بطريقة استخباراتية مدروسة، قال احنا ايه شعب ابن نكتة بأمارة ايه، انا مش فاهم. احنا نجيد السخرية ونجيد إلقاء النكتة ونجيد الفن ونحب الفن ونجيد الإبداع من تاريخ الحضارة الفرعونية لغاية النهاردة، بس احنا مش شعب أهبل. هم قصدوا لعقود وسنوات طويلة ان يظهرونا كأننا شعب أهبل، وللأسف العقلية الخاصة بالدولة البوليسية في مصر، الدولة الأمنية، ركبت كل أشكال الثقافة والتعليم في مصر على أننا شعب تفرقوا العصايا والكربات، بس احنا مش كده. احنا على الأقل نجحنا ان احنا نثبت اننا لسنا كذلك. فإذا كان هذا الشعب قادر بأبنائه الصغار، مش هقول حتى الشباب، احنا للأسف عندنا نسبة الشهداء والمصابين من الأطفال غير عادية، تكاد تقترب من اللي بيحصل في سوريا. انا الوقت طولت، انا ما لحقتش اتكلم. على اي حال عشان مساله الوقت، انا بأتصور انه هذه الثوره امتداد لتاريخ نضالي حافل لهذا الشعب. انا مش هرجع لثوره 19، لكن على الاقل في مضمار أن شباب هذا الوطن صنعوا ويصنعون دائما هبات وانتفاضات وثورات كثيرة، على الأقل يعني إحنا ما زال في الذاكرة إزاي الدولة المصرية وبريطانيا العظمى واجهت الشباب المصري على الأقل في عام 46 لما شكلوا اللجنة العليا للعمال والطلبة وخرجوا في مظاهرات أيضا في ميدان التحرير، واتفتح عليهم كوبري عباس وتم قتلهم وإصابتهم عند الكوبري أيضا بالذخيرة الحية وبنفس الأسلوب اللي استخدمه الاستعمار البريطاني ضد الشباب المصري. للأسف هذا الأسلوب استخدم وما زال يستخدم في مصر الآن.